طفلة بعمر 5 سنوات ويعتدي عليها شخص فوق 40 سنة. قصة كلش كارثية وكلش بيها رسالة وبيها هدف. السلام عليكم اخواني، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب الكل بخير. والله العظيم احنا منجي نروي قصة على لسان الشخص ونسمعها بذنة ويحكي لنا اياها على مود شنو نوصل لك اياها وتصير عبرة وتصير رسالة ونتعلم من عندها دروس. بس قبل ما نحكي بالقصة، من وقتك الثمين تخلي لي لايك وتشترك بالقناة وتفعل الجرس. وقصة كالتالي، تروي لها البنية تقول أنا طفلة عمري 5 سنوات وأمي دزتني على جيراننا، وتعرفون إحنا الجار أخو والجار أهل والجار يعني الله مصبيه. فتقول رحت وديت لهم أكل ودقيت الباب، طلع للرجال هذا الكبير عمو زوجتك وين؟ قال لي جوا. فتقول أنا دخلت هنا بالبيت، من دخلت بالبيت رحت للمطبخ، أنا صغيرونة خليت الغراض بالمطبخ، ردت أطلع لقيت البيبان كلها مقفلة. وهنا تقول هذا الشعور خفيت، قمت اصيح اعيط، لا واحد سمعني لا شيء بنص البيت وصغيرونه ولا اهلي، فقدوني وجو دقوا الباب علي. وبذيك الساعه هذا الانسان الغريزه مالته سيطرت علي واعتدى علي وانا عمري 5 سنوات. بس قيس انت وياي هاي اللحظه ايش قد صعبه وايش قد اليمه وايش قد تاذي. والله يساعدكم لان انتم جاي تسمعونها، بس الله يساعدني 100 مره لان انا يوميا جاي اسمع قصه والله العظيم قلبي شيب اقسم بالقران. فتقول بذيك الساعه اعتدى علي واني رحت لاهلي لا حول ولا قوه، صغيرونه وخايفه وما اعرف اسوي، لا اقدر اقول لامي لا اقدر اقول لابوي، خايفه من هذا الشيء، ظليت محتاره. ومرت الايام وقمت اكبر سنه عن سنه، 7 سنوات 8 سنوات. يقول هسه انا عمري 18 سنه وطالبه مدرسه، وهسه انا يا شخص يجيني ارفض هذا الشيء لان خايفه، وتقول لي بعمري هسه معقوله ما تعرف البنيه العذراء من مو العذراء؟ فوالله العظيم من حشيت لها قصة هالبنية أقسم بالقرآن يا أخواني أنا من يمي انتهيت، أني أحس روحي دمرت حياتي. الله يساعدها، يعني توقع أنتم بنية بهذا العمر هسه وتتذكر الماضي، والماضي دائما يجيك بوقات يعني حرجة، دائما الماضي يمت تتذكره، تتذكره من تنام على المخدة. فتقول والله العظيم كل ما نام على المخدة أدرسها دموع وتتبلل المخدة، وهذا الشيء الحدث أني كاتمة بي وما قدرت أقوله. فتقول والله العظيم حبيت أنا قصتي ترويها للعالم وتشوف أنا قلب إيش قد شايل هم وإيش قد شايل يعني معاناة وإيش قد شايل حزن بسبب هذا الإنسان اللي ركز على شهوته وما ركز بالبنية وبعمرها وش يصير مستقبلها. فوالله العظيم اليوم عندنا ناس يركز بالغريزة ويركز بكل شيء على مود شهوته وعلى مود أطماعه وعلى مود تفكيره الوسخ، ويأذي مستقبل بنات ويأذي مستقبل البنية. فوالله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل على كل إنسان. فالرسالة الهيج عالم اللهم بحق هذا اليوم اصلت عليهم إنسان ما يرحمهم وما توفقهم بحياتهم، لأن والله العظيم والله العظيم والله العظيم عندنا ناس تفكر بالغريزة قبل ما يفكر بنفسه، قبل ما يفكر بعائلته، قبل ما يفكر بأطفاله. يعني هسه أنت ما عندك أطفال تقبل واحد على بنتك هيجي يسوي، تقبل واحد على ابنك، تقبل واحد على زوجتك. إحنا من نجي نحكي بهيج مواضيع إحنا مو يعني نريد نطيش أو هدفنا نريد مثلا نزرع الفتنة وهدفنا جاي نوصل شغلة إحباحية، لا إحنا هدفنا جاي نوصل رسالة، وهاي الرسالة أمانة برقبتي وأمانة برقبتكم. أكو هواية ضوج من نشوف نحكي بمواضيع وبها رسالة، لا حسين غير المحتوى، حسين لا تنزل قصص، ليش هاي القصة بدل هو ليش مختنق وظل بقلبه ويبكي دموع على مود يسمعها شخص من عده يجي يروي لياها على مود أنا أروي لكم إياها وتفتهمون من عدها. لأن والله العظيم اليوم عندنا ناس الغريزة مسيطرة عليه. هاي القصة الأولى. والموضوع الثاني اليوم مع كل الأسف موضوع الغيبة. هذا موضوع الغيبة والله العظيم أنا جاي أشوفه بعيوني وأسمع بذاني، لأن يقول لك فرق بين الصدق والكذب 4 أصابع. هاي وحدة. اليوم جاي نشوف عالم يمشي له شخص مرتب، يعني أبسط مثال عندنا شباب حلوين ويخبلون، والله عندنا شباب أحلى من البنية. فاليوم عندنا شخص إذا مشى هذا الشخص العالم مش راح تقول هذا راجع يمه، هذا يصرف عليه، هذا الحلو مالته، هو ما يعرف ايش الولد ليش مشي وياه، يجوز قرايبه، يجوز اخوه، شاف هذا الشخص عنده لحيه، وشاف هذا الشخص ما عنده لحيه، قبل قارن ابو اللحيه هذا الحلو مالته، قبل اليوم عندنا هذا الموضوع مو طبيعي، منتشر انتشار خرافي او الحلو،
الشاب الحلو تلقى عليه درازن، تلقى الشباب مقابلته وقاعد افاك علوك على الشاب الحلو او تزحف له او يغري، يقول له اشتري لك دراجه، يقول له اصرف عليك، يقول له كل شيء اسوي لك، بس مجرد ارجع يمي وخليني احبك. اليوم الغيبه صارت مو طبيعيه، اليوم الشخص يمشي يا اخوه صويحبه وياكل وياه وقعده وسالفه وضحكه ويحكي بعرضه، والله هذا مشي انا على مود اخته، على مود بنت عمه، على مود قرايبه، اليوم مع كل الاسف اليوم صاحبه ياكل ببيته يطلع من بيته وبعد الزاد بحلقه وبعد ما مغسل يباوع العرضه وباوع القرايبه ويقول هذا عرضه مو راحه. اليوم مع كل الاسف الغيبه صارت موديل وصارت شي شلون الطشه، الغيبه صار كل انسان يريد يطش، والله انا شلون افتخر اظل اقص بالعالم يا معود اشوف هذا اخته مو راحه، هو لا يعرفه ولا قاعد وياه ولا طاب ببيته ولا شايفه، بس مجرد يحكي عليه ويحاول يسقطه اعلاميه بالمنطقه، والله شوف هاي البنيه مو راحه، هاي كانت علاقه وياه يفتح كاميرا وكل شيء دزلي، هو لا يعرفها ولا شيء، او شوف لمره بقدمه يا معود هاي الكبه يا بيت فلان، يظل يطلع دعايه، يعني هو هسه هذا ما فكر بهله، يعني لا سامح الله انت حكيت على ذوله وذوله وصلهم الخبر، انت ما راح يعذبونك وما راح يقتلونك، راح يصير مشكله ويمك وابوك وينذر راسهم وظل يبوسون ايدين. فكل من اليوم يعرف قيمه نفسه وكل من اليوم ينصح روحه وكل من اليوم من ياخذ غيبه ما ياخذ غيبه على العالم، خلي حاسب نفسه ويشوف نفسه شنو ويشوف اغلاطه، لان اليوم احنا كنا مو معصومين، لان اليوم احنا كنا اغلاط من فوق لجوه، من بينا ما يكذب، من بينا ما ياخذ غيبه، من بينا ما ينافق، من بينا مو كذاب، بينا ما بايك، من بينا ما ماكل حرام. اليوم عندنا هواي عالم ترى تستر بشغله الدين، يروح للجامعة وكذا سبحة 101 وهو والله العظيم يزحف، والله العظيم يدور بنات. انا ما جاي عم على الكل اشخص الناس اللي تكذب والناس اللي جاي يشوفها بعيني، احنا مجتمع اليوم مع كل الاسف اليوم يضوج من حسين يروح يحكي على حسين هيك مو راحه، حسين هيك يسوي، حسين كذاب، حسين عرضه هيك، يضل يحكون يسقطون بي اعلاميا وهو ما يعرفني ولا قاعد ببيته ولا شيء. فدوا اروح لكم يا اهلنا ويا ناسنا ويا شبابنا، ابعدوا عن هاي سالفه الغيبه، لان والله العظيم انت وراء قبر وما راح يدبون عليك التراب، اوكي ما تاخذ وياك لا الغيبه ولا القص ولا شيء، تاخذ وياك فقط اعمالك وشغلاتك اللي مسويهم بالدنيا اللي في دنك. فوالله العظيم اليوم عيب على كل انسان ياخذ غيبه ويطي ويقص. فهاي كانت رساله من القصتين، احبكم هوايه، شكرا لدعمكم، شكرا لوقفتكم، شكرا كل شيء جاي تقدموا لي، احبكم هوايه من وقتك الثمين، خلي لي لايك واشترك بالقناه وفعل الجرس، واحبكم وثمان.